هذا الجدار الخلفي يذكرني بأيام الطفولة، فهو جدار بيتنا القديم. هو يذكرني بأوقات غروب الشمس حينما نحمل عصي القصب في الحي لاصطياد الخفافيش. ما أوحشنا، كنا نجد لذة في اضطهاد الخفافيش المسكينة. أتذكر أنني كنت أمشي وأجري حافي القدمين، أحياناً لا أضع الحذاء يوماً كاملاً أو أرتديه إلا في الأعياد والمناسبات. وكانت أمي تصرخ من وراء منسجها: يا محمد البس صباطك. كنت أشعر بارتياح كبير في السير واللعب بدون حذاء. كنت شديد الاهتمام بحذاء سكان البوادي الذين كانوا يرتدون قطعا من المطاط الطبيعي. هؤلاء البدويون الذين يرتدون هذه الأحذية المطاطية قد جاءوا من الخيم البدوية لقضاء نهار يوم الأربعاء في السوق. ماذا الشيخ سلاح ذلك تعرفه؟ أنا خوينا أنا هنا يا وهنا في البر في العرب الله هنا في القصر. أسأل أطول أهل القه قالوا سلاح ذلك سلاح ذلك يركب فوق الحلفة يركب فوق شوفها رحمت ذلك. في زنينا لم يكن هناك قصر عدالة ولا محكمة ولا قضاة. الناس تجد حلا عن طريق وساطة الإمام. وقتها كان إمام واحد، والإمام هو المرجع الأساسي والوحيد في القرية، وهو يحظى باحترام الجميع. وقتها كنا في سلام بيننا ولم تدخل الكراهية والحقد قلوبنا.